ستمر علينا ذكرى 20 لأحداث 11 سبتمبر 2001. هذه الأحداث التي أعلمت بموجبها الولايات المتحدة الأمريكية الحرب على الإرهاب، فاحتلت العراق واحتلت أفغانستان، ورأينا ماذا فعلت في الشعب العراقي والشعب الأفغاني، وكيف حشدت كل جهود الدول التي تدور في فلك الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق أهداف الولايات المتحدة الأمريكية في بسط مزيد من السيطرة على دول العالم. ورأينا كيف فعل الاحتلال الأمريكي في العراق، وكيف فعل الاحتلال الأمريكي في أفغانستان ودول أخرى. الآن بعد مرور 20 عاماً، أعلن الرئيس جو بايدن أنه سوف يرفع السرية الموجودة على التحقيقات الخاصة بأحداث 11 سبتمبر. ورأينا في السنوات الماضية كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية جرمت مسؤولين في المملكة العربية السعودية، وذلك في سياق الابتزاز السياسي لمواقف المملكة والضغط عليها لتوظيفها في أن تدور في الفلك الأمريكي بالطريقة التي تريدها واشنطن. ورأينا أيضا كيف أن إدارة ترامب ابتزت المملكة بصفقات كثيرة حتى بلغ حجم الصفقات 450 مليار دولار. هذه كلها من أجل إنعاش الاقتصاد الأمريكي. الآن في ظل وعود الرئيس بايدن في رفع السرية عن أحداث 11 سبتمبر، سئل بايدن لماذا تريد أن ترفع السرية عن أحداث 11 سبتمبر، فأجاب لأنه قطع على نفسه وعدا في دعايته الانتخابية أن يرفع السرية عن هذه الملفات. لكن التحقيقات التي أجريت وحسب أكثر من مصدر أمريكي تفيد أنه لا علاقة لا بالمملكة العربية السعودية ولا بالمسؤولين فيها عن ما وقع من أحداث في 11 سبتمبر فيما يخص الولايات المتحدة الأمريكية. إذا الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تبتز مواقف سياسية لخدمة أهدافها الاستعمارية في المنطقة العربية والمنطقة الإسلامية على وجه العموم. الآن ماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية من رفع السرية عن هذه التحقيقات؟ الآن أيضا في نفس الوقت هناك مخاوف عند مسؤولين أمنيين كبار من أن يتكرر المشهد في هذا العام، خصوصا بعد الانهيار المفاجئ للاحتلال الأمريكي لأفغانستان. ورأينا كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية تخلت عن شركائها وخلفائها وانسحبت من أفغانستان دون أن تلتفت للوراء، بل تركت أموال وتركت عدد عسكري وتركت الكثير من الأسلحة التي يبلغ يعني حجمها وقيمتها بالمليارات، تركتها خلفها لعدوها اللدود حركة طالبان التي حاربتها لمدة 20 عاما ثم استسلمت لها وسلمت لها أفغانستان بعد أن بنيت الولايات المتحدة الأمريكية وسياساتها بهزيمة فادحة في أفغانستان. الآن في ظل هذه المخاوف الأمريكية تحدثنا في اللقاء السابق عن كيف تتخلى الولايات المتحدة الأمريكية عن شركائها وعن خصومها، رغم أن التحديات الراهنة التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية تدفعها باتجاه الحفاظ على شركائها، لأن المواجهة سوف تكون أصعب وأخطر من أي وقت مضى. لكن الانهيار الذي حدث في أفغانستان له أصوله وله جذوره في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ورأينا في نتائج الانتخابات الأمريكية كيف سيطر الجمهوريين على البرلمان ولو لساعات الأمريكي في واشنطن، وهذا يعتبر كان سابقة خطيرة في السلوك الديمقراطي داخل الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك أيضا مخاوف كما قلت من أن تتكرر أحداث 11 سبتمبر. في هذا اللقاء أود أن أوضح الأسباب
والدواعي التي جعلت الولايات المتحدة الأمريكية تنحو هذا النحو في الاعتزال رغم التهديدات رغم المخاوف؟ لماذا تعتزل المشهد الدولي؟ ولماذا تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تتخلى عن شركائها حتى وصل الأمر بشركائها في الاتحاد الأوروبي إلى إعلان تشكيل قوة عسكرية مستقلة عن الولايات المتحدة الأمريكية؟ أولا، هذه الإمبراطورية الأمريكية يبدو أن ساعة نهايتها قد أزفت وأنها في تراجع مستمر، وأن هذه الإدارة الأمريكية التي بدأت بعصر باراك أوباما والذي بدأ مسلسل الانسحاب من أفغانستان ومن العراق واستكمل الانسحاب أيضا ترامب واستكمله أيضا وختمه جو بايدن، هذه السنوات الأربعة في الفترة الثانية لباراك أوباما والأربع سنوات لترامب، وهذه الأربع سنوات نتكلم الآن على 12 عاما من حكم رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثة، الإدارة الأمريكية في تراجع مستمر. هل هذا الأمر له علاقة بالصراع مع الصين؟ لا شك أن هذا الأمر له علاقة بالصراع مع الصين، فالولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تعتقد أنها مقبلة على حرب مع جمهورية الصين، وأنه وجود وانتشار القوات الأمريكية في أكثر من منطقة في العالم هذا الأمر سيزيد من تكلفة إدارة المعركة في مواجهة الصين، وسيزيد من مساحة الخطر التي تتعرض لها الولايات المتحدة الأمريكية وقواتها في مناطق كثيرة في العالم، فربما تستنفذ هذه القوات الأمريكية ما لديها من ذخائر في مواجهة الصين، ثم تأتي اللحظة التي لا تستطيع أن تؤمن لها الولايات المتحدة الأمريكية ذخائر إضافية، وبالتالي تصبح هذه القواعد العسكرية المنتشرة على مستوى المعمورة كلها عرضة للهجمات الصينية. إذن هناك خوف أيضا إضافة للتراجع، هناك خوف من مجريات المعركة مع الصين. أيضا قضية أخرى أنه المشكلة المالية الذي أعقبت الانتشار الواسع للقوات الأمريكية والتكاليف الباهظة لهذه القوات بالمقارنة مع تكاليف الانتشار للقوات الصينية، نجد أن الأمور تعمل لصالح الصين أكثر منها لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أيضا عبء إضافي على الخزينة الأمريكية المدينة للداخل الأمريكي بالمليارات، كما أنها الاقتصاد الأمريكي أيضا مدين للخارج أيضا بالكثير من الأموال، وبالتالي هذا الأمر يشكل عبء على صناعة صناع السياسة الأمريكية في واشنطن. قضية أخرى أنه على حسابات الربح والخسارة، السياسة الأمريكية في المنطقة كانت تعمل طوال الفترة السابقة طوال أكثر من 70 عاما في الشرق الأوسط لحماية أمن إسرائيل. الآن التقييمات في داخل أمريكا، هل إسرائيل ودعم إسرائيل مجدي إلى هذا الحد؟ هناك جدل في داخل الولايات المتحدة الأمريكية أنه ممكن إدارة الصراع في منطقة الشرق الأوسط في ظل اللي هو دعم أقل لصالح إسرائيل ودعم دول أخرى في المنطقة، ربما هذا الأمر يصبح أكثر توازن ويؤدي أكثر خدمة ويحقق أفضل أهداف الولايات المتحدة الأمريكية عندما يتم تخفيض الدعم للصين أيضا لإسرائيل. قضية أخرى، تراجع الاعتماد على النفط في المنطقة العربية لصالح النفط اللي في الداخل الأمريكي، وبالتالي أيضا المصالح الأمريكية في المنطقة اللي وصلت إلى حد نشر قوات عسكرية ونشر قواعد عسكرية في المنطقة لحماية إمدادات النفط، هذا الأمر أيضا تراجع وأصبح هناك اعتماد أقل على النفط في هذه المنطقة. إذن عوامل كثيرة تعمل معا لصالح أن ينكمش المشروع الأمريكي وأن تتراجع الإمبراطورية الأمريكية، وربما يكون هذا الأمر لصالح التمدد الصيني وربما يكون لصالح المنطقة العربية والإسلامية إذا ما استعادت هذه المنطقة دورها
وأخذت زمام المبادرة بيدها، ثم تقدمت للأمام لإعادة بناء برنامجها وصياغة هويتها لخدمة مصالحها وصناعة مستقبلها. الأيام حبنا بكل جديد، وإن شاء الله تعالى يكون هناك خير لهذه الأمة ولهذه الشعوب التي تلقت الكثير من الطعنات ومن الضربات من الأمريكان وغيرهم من المستعمرين. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.